أستطيع أن أفتيكم بالحق عن الصيحة في الكتاب، إنها تكون في أحد أشهر رمضان، ويكون غرة رمضان الجمعة التي تكون فيها الصيحة. ولربما يود أحد المستعجلين أن يقاطعني فيقول: عجل وافتنا، ما هو الصوت الذي يسمع من السماء في رمضان؟ أليس صوت جبريل ينادي باسم المهدي المنتظر؟ ومن ثم أرد عليه وأقول: ليس كذلك، لو طرق بابك أحد ألست تقول من الطارق؟ وذلك لأنك سمعت طرق الباب، وكذلك سوف تسمعون صوتا يطرق مسامعكم آت من السماء، فمن أين مصدر الصوت من السماء؟ والجواب: إنه صوت النجم الثاقب، تصديقا لقول الله تعالى: والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. صدق الله العظيم. ذلك النجم هو كوكب سقر، سوف تسمعون صوتا حين تراكم من مكان بعيد. وما هو الصوت الذي سوف يطرق مسامعكم منها؟ إنه دوي انفجار ضخم من السماء، تصديقا لقول الله تعالى: إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. صدق الله العظيم. ذلك هو الصوت المرتقب الذي يحدث في رمضان كإنذار للبشر أن يصدقوا المهدي المنتظر قبل أن تقترب إليهم أكثر فأكثر، فتهلكهم فيدخلهم الله فيها فيدعون ثبورا. ولربما يود أحد الجاهلين عما جاء في القرآن العظيم أن يقاطعني فيقول: كيف تقول أن كوكب سقر كوكب أرضي والآن حولتها إلى نجم؟ ومن ثم أرد عليه بالحق وأقول: إن الله يسمي النجوم والأراضين جميعا بالكواكب، تصديقا لقول الله تعالى: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. صدق الله العظيم. فما هي الكواكب؟ إنها النجوم. قال الله تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. صدق الله العظيم. أعلم أن معظمكم يعرف أننا على أعتاب النهاية، ولكن بدون وعي وإدراك لما تعنيه هذه الحقيقة أننا في آخر الزمان. عندما تعمقت في قراءة أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن آخر الزمان، عقلي وجهازي العصبي لم يتحمل هذه الصدمة. معظمنا لا يزال يتعصب لجماعات زائلة أو زعماء فانين أو لقوميات جاهلية أو لأقفاص سايكس بيكو، والبعض منكم سيشاهد هذه الحلقة وينساها بعد دقائق وتأخذه دوامة الحياة ولا يعلم أننا نتكلم في تاريخ أمة ومصيرها. هذه السنوات القليلة الأخيرة التي نعيشها الآن هي السنوات التي يتم فيها توزيع الأحجار على رقعة الشطرنج الأرضية حتى تحين لحظة الحقيقة. عليك أن تكون بصيرا كي تحجز لنفسك موقعا استراتيجيا على مربعة رقعة العالم، وعليك أن تكون ذو فطرة نقية كي تحسن اختيار الفسطاط الذي تريد أن تلعب ضمن فريقه. المواقع على سفينة النجاة محدودة، والله سبحانه وتعالى لا ينظر إلا تريد أن تلعب ضمن فريقه. المواقع على سفينة النجاة محدودة، والله سبحانه وتعالى لا ينظر إلا إلى القلوب، هذا هو المعيار الوحيد. كثيرا منكم يقول في نفسه أن هناك أحداث كثيرة لم تظهر بعد وتحتاج لسنوات كثيرة جدا. فهناك حرب كنز الفرات، وهناك دخول الرايات السوداء دمشق وفتحها، وهناك زوال الملوك وهلاك العرب والفرس وانتهاء التكنولوجيا وموت ثلثي البشر. هناك أمر ينساه معظم الناس في آخر الزمان، وهو ذلك الشيء المرتقب الذي يسمى بالدخان المبين. هذا الحادث الكوني الكفيل لوحده أن يعيد الأرض إلى العصور الوسطى ويعدل موازين القوى لصالح المسلمين، وستبدو بعد حدوثه جميع الأحداث التالية منطقية وفي مكانها المناسب. قال حذيفة رضي الله عنه: طلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر، فقال: ما تذكرون؟ قالوا: نذكر الساعة. قال: إنها لن تقوم حتى تروا قبلها
عشر آيات، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم عشر علامات كبرى للساعة. الدخان، الدجال، دابة الأرض، طلوع الشمس من مغربها، نزول عيسى بن مريم، يأجوج ومأجوج، خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. القرآن الكريم يخبرنا أن الدخان لن يأتي فجأة أو بغتة، لأن الله تعالى يأمرنا بترقب حدوث علامة الدخان بالذات دون غيرها من العلامات الكبرى. قال تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. بل إن الله سبحانه وتعالى يعيد التأكيد مرة ثانية على أمر الترقب في آخر آية من سورة الدخان، حيث قال سبحانه تعالى: فارتقب إنهم مرتقبون. إذن بما أنه يطلب منا الترقب مرتين، فهذا يعني أنه لن يأتي دون سابق إنذار، بل ستسبقه إرهاصات وإشارات يفهمها علماء الفضاء والمراصد الفلكية، ويفهمها أيضا المؤمنون وأصحاب البصائر توحي بقرب حدوثه. وهذا من رحمة الله بالمؤمنين وبكل الناس، لأن الدخان هو الإنذار الأخير أو يوم القيامة المصغر قبل البطشة الكبرى. وهذا هو سبب الأمر الإلهي لنا بالترقب، كي نحتاط ونجهز أنفسنا روحانيا ونفسيا وماديا للمرحلة القادمة، كي نخرج بأقل قدر ممكن من الأضرار. الارتقاب يعني أن ننتظر حدوث شيء قريب أو متوقع، ونحاول أن نعرف متى سيحدث تقريبا. فكيف نرتقب؟ لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.